أهلا بكم مشاهدينا في ساعتنا الثانية من برنامج اليوم، ولا سقف لطموحات الشباب ولريادات الإبداع للشباب العربي، مبادرات دعم أمريكية. قبل محطة سان فرانسيسكو باسل، حيث يقام مؤتمر ريادات الأعمال، نستهل بحكايات نجاح شبابية أولها بنون نسوة إماراتية. بعد تخرجها من الجامعة عملت موظفة لمدة 4 سنوات، لكنها فجأة قررت تغيير مسارها والالتحاق بعالم ريادة الأعمال من باب رياضة البيلاتس. هي أسماء هلال، رائدة الأعمال الإماراتية التي درست إدارة الأعمال في جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة. المزيد مع مصطفى سكحال. دفعتها رياضة البيلاتس لتأسيس مركز متكامل بمواصفات عالية. هذا المركز أصبح اليوم بوابة الباحثين عن نمط صحي سليم. كنت عايش في الولايات المتحدة ورجعت الإمارات، كنت شوي في شبه من حالة من ما أسميها من يعني ما كان عندي هدف، فمريت في مرحلة أنا أسميها مرحلة اكتشاف الذات. كنت أبغي أعرف بالضبط شو أبغي أفتح، فحددت 3 أسئلة. أول سؤال أني بغيت أفتح شيء أنا أحبه، عندي شغف له، شيء يفيد الناس، وشيء له أثر إيجابي على بلادي وعلى المجتمع. وب 2008 قررت أني أفتح مركز خاص بس برياضة البيلاتيز. بعد 6 سنوات تفاجأت أن الوالد عرض علي عنده فيلا في منطقة جميرة، وطبعا هذا كان بالنسبة لي يعني أثلج صدري، بما معناه أن الوالد يعني عرف أني أنا نجحت وأني أنا مصرة على رأيي، فقال لي أسمى ليش ما تنتقلين في هالفيلا، فهذا تشجيع يعني منه. بحثت أسماء عن راحة الناس الصحية، فاستطاعت أن تقفز من مركز صغير إلى مركز شامل متكامل. خلال هاي الرحلة كانت في وايد عقبات، بس الإصرار والتركيز على الهدف، ودائما أذكر نفسي بهدف المشروع هو اللي خلاني أستمر. فالحين الحمد لله عندنا شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في الدولة، والحمد لله مدعومين من مؤسسة محمد بن راشد وصندوق خليفة. يعني ما أعتقد في أي دولة في العالم تقدم الخدمات اللي هالمؤسسات تقدمها لنا كمواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة، فأعتقد أن إحنا كمواطنين محظوظين جداً. فكرة المركز الصحي الرياضي لدى أسماء كانت مفتاح السر والمحرك الرئيسي الذي انطلقت به نحو التخطيط والتنفيذ. أصبح المشروع اليوم على مفارقة في عالم ريادة الأعمال بأيادي ناعمة، بعد رحلة إنجاز كسرت فيها أسماء المستحيل وتطلعت في غمارها للمستقبل. من دبي لليوم على الحرة، مصطفى سكحال. ونرحب بضيفنا في الاستوديو السيد ايمن كابلي، المدير التنفيذي لستارت اب سنترال للتوصيل وتمكين مجتمع رواد الاعمال بالامارات. اهلا وسهلا بك معنا في برنامج اليوم. أهلا ليتن دعنا نتحدث عن مفهوم رواد الاعمال، وكيف استطاعت البيئه الاقتصاديه الحاضنه في الامارات ربما تنميه وتدعيم هذا المفهوم اكثر. اوكي. فصراحه رياده الاعمال هي يعني هو هذا اتجاه المستقبل. فيعني أحسن تعريف لها أنه ريادة الأعمال هي المخاطرة وعدم اليقين